نكمل ما تبقى من المحاضرة السابقة، وبعد بس نخلصها بننتقل لمحاضرة ثانية. هلأ وصلنا للفحوص المخبرية الدموية بأمراض الكلي، وهي معاينة الكرياتينين والبولي ومعدل تصفية الكرياتينين والشوارد وتعداد الكريات، تعداد دم كامل Complete Blood Count CBC. هلا الكرياتينين يعتبر المشعر الأساسي لدراسة الوظيفة الكلوية، فعادة ارتفاع تركيزه في الدم يعني فشل الكلي في إطراحه، لأنه عادة الكرياتينين الكلي بتفرزه إفرازه بتطرحه بالبول، فارتفاع تركيزه بالدم بيعني أنه الكلي ما عم تحسن تطرح الكرياتينين. المجال الطبيعي للكرياتينين يقدر بين 8 بالعشرة ل 1.4 ميلي جرام بالديسلتر، هذا عند الذكور. عند النساء بيكونوا أقل من نص ل 1.2 ميلي جرام بالديسلتر. كرياتينين المصل هو مستقلب مادة الكرياتينين الكيراتين بالعضلات، وبالتالي فإنه لا يتأثر بالطعام، إلا ما بتأثر عادة الكرياتينين إذا حتى المريض آكل ولا، إلا في حال تناول كميات كبيرة من اللحم الأحمر. يتعلق الكرياتينين بالبنية الجسمية العضلية للشخص، ولذلك نجد أن الكرياتينين عند الذكر أعلى منه عند الإناث بسبب فارق الكتلة العضلية بين الذكور والإناث. لذلك قد نصادف حالات قصور كلوي عند بعض الشباب ذوي الأجسام الرياضية بسبب تناول البروتين المفرط. بسبب هالشيء هذا وبسبب يعني بعض الاختلافات، لذلك أوجد المعيار الأدق هو تصفية الكرياتينين. هلا هون ملاحظة، لا يمكن الحكم على الكرياتينين حتى نرى بنية المريض البدني والعضلي، لأن الكرياتينين شخص ضخم كثير العضلات يختلف عن كرياتينين شخص نحيل هزيل. ولكن بشكل عام يعني الكرياتينين بالممارسة العملية مقبول لحد 1.3 1.4، بس نطف 1.5 فهون بتستشعر انه فيه مشكلة بالكلي. طبعا راح نشرح هسه اكثر. هلا معدل تصفية الكرياتينين هذا هو الاهم، وهو بالتعريف التصفية الكلوية لمادة ما تعني حجم البلازما الذي تم تنقيته من هذه المادة في وحدة الزمن. وإذا كانت هذه المادة مثالية ترشح فقط من الكب الكلوي لمحفظة بومان ثم يتم إطراحها بدون أي إعادة امتصاص أو إفراز لها، فإن تصفية هذه المادة تكون مساوية لمعدل رشح الكبة، والذي يعد المؤشر الأدق لصحة الكلي. يعد الكرياتينين مادة قريبة جدا من المثالية، لا تعتبر مثالية الكرياتينين، ولكن هي أقرب ما تكون للمثالية لأنها بتتعرض لبعض الإفراز، وبالتالي فإن تصفية الكرياتينين أكبر بقليل من معدل الرشح الكبي الحقيقي، إلا أننا نعتمد على تصفية الكرياتينين لتقدير وظيفة الكلي. ولكن بشكل عام هذا بينسأل بالأسئلة النظرية. المعيار الذهبي لقياس معدل رشح الكبة هو الإنولين، المادة المثالية هي لتقدير رشح الكبة بشكل دقيق هو الإنولين، لكن تكلفته الباهظة تمنع استخدامه بشكل روتيني. ولكن بشكل عام يعتمد على معدل تصفية الكرياتينين. يعطي معدل تصفية الكرياتينين معلومات عن صحة الكلي ومعدل رشح الكبة بشكل أفضل من تركيز الكرياتينين في المصل، حيث أن الكرياتينين لا تتضاعف قيمته إلا إذا خسرت الكلي 50-60% من وظيفته، أي إذا كان تركيز الكرياتينين في المصل عند شخص ما 1 ميلي جرام بديسلتر وأصبح 2 ميلي جرام بديسلتر، فهذا يعني أن 50-60% الكلي قد فقدت قدرتها على العمل، وبالتالي هذا شيء كتير متأخر. لذلك تعد تصفية الكرياتينين من أهم الفحوص لتقدير سلامة الكليتين، وتطلب لكل متبرع بالكلي إجباري. قبل أي شخص بده يتبرع بالكلي لازم نعمل معدل تصفية الكرياتينين. لحساب معدل تصفية الكرياتينين في بول 24 ساعة يستخدم القانون التالي، وهو C يعني تعني الكرياتينين كليرانس، وتساوي U ضرب V على B ضرب 1440. السي هي معدل تصفية الكرياتينين، اليو هي تركيز الكرياتينين في البول مقدر بالميليغرام بالديسلتر، الفي هي حجم البول، حجم بول 24 ساعة كذلك مقدر بالميل لتر، البي هي يعني بلازما
هي تركيز الكرياتينين في المصل أو البلازما مقدر بالميجرام ديسيلتر، والألف وأربعمائة وأربعين هي عدد دقائق في بول 24، عدد دقائق في 24 ساعة، وبالتالي حتى تطلع معنا تصفية الكرياتينين بالميلي لتر على الدقيقة. التصفية المثالية هي تعادل 120 ميلي لتر بالدقيقة، أي ما يعادل 180 لتر بال 24 ساعة، وهي تختلف بين الجنسي. عند الرجال تتراوح بين 100 إلى 140 ميلي لتر بالدقيقة، وعند النساء بين 85 إلى 115 ميلي لتر بالدقيقة. كلما كانت تصفية الكرياتينين قريبة من 120 ميلي لتر بالدقيقة كانت حالة الكليتين أفضل، والعكس بالعكس. في القصور الكلوية تنخفض تصفية الكرياتينين، لكن لا نبدأ بالتحال أو غسيل الكلي تحال الدموي إلا بعد أن تنخفض التصفية إلى أقل من 10 ميلي لتر بالدقيقة، وأحيانا عند المرضى السكريين بس نزلت أقل من 15 ميلي لتر بالدقيقة. لا يقبل بمتبرع الكلي إذا كان معدل تصفية الكرياتينين لديه أقل من 90 ميلي لتر بالدقيقة، لأنه لما بدها تكون أقل من 90 ميلي لتر بالدقيقة فبتكون بالتالي بيكون فيها درجة ما من القصور الكلوي، وبالتالي مو معقول تنقل أنت كلي هي بالأصل مبلشي بالقصور الكلوي. هلأ ملاحظة، التصفية المثالية تتناسب طردا مع كرياتينين البول وعكسا مع كرياتينين الدم. عندما يحتاج المريض لغسيل الكلى، يعني الوقت اللي بتكون تنخفض تصفية الكرياتينين أقل من 15 ميلي لتر بالدقيقة، هذا يعني أنه أصبح بحاجة لزرع كلى. هلأ من الفحوص المخبرية هي اليوريا أو البولي، المقدار الطبيعي لها هو 20 إلى 40 ميلي جرام بالديسيلتر، تختلف قيمتها حسب المخبر ولكن بشكل عام هيك مدرسيا، وهي مشعر قليل الأهمية لأنه غير صادق ولا يفضل الاعتماد عليه كثيرا لأنه بتأثر بكثير حالات. تتأثر بكمية الماء، فزيادة شرب الماء ينقص من تركيزها، والعكس التجفاف بيرفع من مستوى اليوريا. تتأثر كذلك بكمية اللحوم والبقوليات المتناولة، فزيادتها تؤدي إلى زيادة البولي والعكس أيضا، كما أنها ترتفع بالنزف الهضمي وتناول الكورتيزون. انتبهوا، أحد الأمور اللي بترفع اليوريا هو النزف الهضمي، فإذا مريض عنده نزف بالجهاز الهضمي عنده سواء كان وخصوصا الأبر جاسترو انتسنال بليدينج النزف الهضمي العلوي، لأنه الدم بيستقلب بالبكتيريا الموجودة بالمعدة وبنتج الأمونيا، والأمونيا بتمتص وبتروح على الكبد وبتتحول لبولي. لذلك النزف الهضمي عادة بيرفع ترتفع فيه اليوريا، ترتفع أيضا بالردود وتتناول تتراسكلين، تنخفض في الحميات قليلة البروتين وأمراض الكبد والحمل. هلأ منجي للشوارد، منهتم كثير بالشوارد بأمراض الكلي لأن الكلي مسؤول عن تنظيم الشوارد بشكل رئيسي، وأي خلل في وظائف الكلي يؤدي لاضطراب هذه الشوارد، وبعض اضطرابها قد يؤدي إلى الوفاة. تبدلات شوارد أكثر خطورة من البولي والكرياتينين نتيجة لتأثيرها السريع في الجسم، وأهم خمس شوارد عادة من تبعها بأمراض الكلي هي البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والفوسفور والبيكربونات. أهم وأخطر هو البوتاسيوم، لأن أي تغير طفيف فيه يسبب أعراض خطيرة. إذا انخفض دون 2 ل 2.5 ميلي مول أو ميلي أكوفيلنت باللتر قد يسبب متلازمة انقلاب الذروي التورساد دي بوينتس، هي عبارة عن نوع من أنواع التسرع البطيني، تسرع القلب البطيني بسموه تسرع قلب بطيني عديد الأشكال. أما إذا ارتفع فوق 6 ميلي مول باللتر قد يؤدي إلى توقف القلب بحالة الانبساط. انتبهوا، ارتفاع البوتاسيوم يؤدي إلى توقف القلب بوضعية الانبساط، أما انخفاض البوتاسيوم إذا أدى لتوقف قلب فيؤدي لتوقف قلب بوضعية الانقباض. بينما اضطرابات شوارد الأخرى تكون أقل خطورة، أول وأكثر الشوارد اضطرابا في القصور الكلوي هو الكلس والفوسفور، لذلك دائما تطلب بشكل دائم عند في كل فحص كلوي. هلا هذا القيم الشاردية لكل شاردة، الصوديوم بين 135 ل 145 ميلي مول باللتر، البوتاسيوم من 3.5 ل 5 ميلي مول باللتر،
الكالسيوم طبعا هون الكالسيوم مقدر بالميليمول على اللتر، الكالسيوم عاده الافضل هو انه دائما بالميليجرام على الديسيلتر، هو عاده من 8.5 ل 10.5 ميلي جرام بالديسيلتر. الفوسفور هون 0.8 ل 1.5 ميلي مول باللتر، والبيكربونات من 22 ل 26 ميلي اكويفالنت باللتر او ميلي مول باللتر. هلا تعداد سي بي سي دائما لازم ينطلب عند اي مريض عنده قصور كلوي من اجل معرفه وجود فقر دم ام لا، لان فقر الدم مرافق دائما للقصور الكلوي المزمن، وذلك بسبب حدوث عوز الإيروتروبيوتين بشكل رئيسي، وطبعا له اسباب ثانيه بس ندرس قصور الكلوي المزمن من عدة. هلا في ملحوظه، كل شاب خضابه 7 ل 8 جرام بالديسيلتر ولا يعاني من نزف هضمي، يعني مريض شاب 7 ل 8 جرام بالديسيلتر وما عنده لا نزف هضمي ولا عنده شيء، هو قصور كلوي مزمن حتى يثبت العكس. طبعا لازم بالإضافة أنك تستثني انحلالات الدم، ولكن كتشخيص تفريقي لازم يدخل القصور الكلوي المزمن وتستثني حتى يثبت العكس. هلأ الفحوصات المناعية بعد شوي راح ندرس ليش منعايرة هاي، مثل المتممي C3 وC4 والأنتي ستريبتوليزين ASLO، هاي عند الشك بالتهاب كبب وكلي تالي الإنتان بالعقديات، وعندنا الANA الضاد النوى والأنتي دبل سترين DNA، هاي عند الشك بالذوب الحمامي الجهازي أو غيره حسب التوجه السري. هلأ هون ننتهي من اختبارات الدم وننتقل للفحوصات الشعاعية. عادة الفحوصات الشعاعية المطلوبة عند مرضى الكلى هو التصوير بالأمواج فوق الصوتي، هذا أحدث وأهم وسيلة في تقييم الجهاز البولي، ويستخدم لتقييم طول وحجم الكلي، طوله عادة من 10-12 سنتيمتر بالقصور الكلوي وأفات الكلي المزمني، عادة يحدث ضمور بالكلي فبيصغر حجم الكلي وبتلاقيها الكلي صغير، بالإضافة لأنه بيسمح لنا بتقدير سماكة القشرة الكلي 1.5 ل 2 سنتيمتر. مثل ما درسنا بالمحاضرة الأولى الكلي الأفضل هي الكلي ذات القشرة السميك، وهون الدكتور عدنان صباغ الله يطول بعمره عم يقول لك منشان يذكرك فيها، بعكس البطيخ الكلي كل ما كان القشر تبعها سميك كل ما كانت وظيفتها أحسن، أما البطيخ القشر السميك بيكون اللب قليل بعكس البطيخ. ونقص السماكي بوجود حويضة متوسعة يدل على استسقاء الكلي. في حال كانت القشر الكلوي ناقص السماكي وكانت الحويضة مستسقية فهذا بدلك أنه في استسقاء بالكلي. هلأ بنجي لأهم نقطة بالألتراسونوغرافي وهي تميز القشرة اللبة، يعطي الكلي السوية، تعطي الكلي السوية تمايز قشرة لبة واضح، وذلك بسبب التباين الصوتي. راح بكبر الصورة لتشوفوا التمايز القشرة اللبة، وهو شايفين القشر شلون أخذ لون غامق بينما لب الكلي أخذ لون فاتح وبلون أبيض، فهي علامة من علامات، هاي اللي احنا بنسميها علامة تميز القشرة اللبة، وبالتالي كل ما كانت الكلي بهالشكل هذا كل ما كانت وظيفتها ممتازة. بعكس إذا كانت هالحدود غير واضحة فهي تسمى الكلي الشبحية، فبتلاحظ أنه القشر ذو الكثافة الصوتية الشديدة بسبب احتوائه على الكبب الغزيرة دمويا، أما اللب فبكون ذو الكثافة الصوتية المنخفضة بسبب احتوائه على الأنابيب البولي. كما يستخدم الإيكو في استقصاء المثاني والحالب مثل كرة مثانية أو ورم مثاني، توسع بالحالب والحصيات. من مميزات إيكو الكلي إمكانية إجرائه في كل الحالات سواء كان المريض على الريق أو بعض الطعام ما بأثر، بعكس إيكو المرارة الذي يشترط لإجرائه الصيام. فقط بعض الحالات اللي ممكن تعيق تصوير الكلي بالألتراسونوغرافي هو أنه يكون المريض عنده نفخة وغازات كتير كتير بالبطن فبتشوش كتير، ولكن ممكن يعني الدكتور الأشعة يتغلب على العائق هذا، إما يعطي المريض مثلا إذا كان عنده انتفاخ وغازات كتير كتير ممكن يعطيه حب فحم لامتص الغازات، أو تقليب المريض يعني بيصورها من الخاصرة فبتظهر معه. أما المرارة فبكون الوضع صعب خصوصا إذا المريض آكل فبتتقلص المرارة وبالتالي ما بتشوفها بشكل كويس. هلأ شذوذات الإيكو،
في الكلي القاصرة تتموت وتخرب الكبب ويحل محلها نسيج ليفة ويزول فيها التباين القشر اللبة فتعطي منظر يعرف بالكلي الشبحي. في القصور الكلومزمن بيصغر حجم الكلي وبتقل سماكة القشر بسبب تخرب الكبب الكلوي. هلأ من الاستقصاءات الأخرى هي تصوير شرايين الكلي. تصوير شرايين الكلي الضليل نستخدمه في ارتفاع الضغط الشرياني للكشف عن الشريان الكلوي المتضيق في حال وجودي، وهو يعتبر المعيار الذهبي. التصوير الضليل للشرايين الكلوية هو المعيار الذهبي لتشخيص تضيق الشريان الكلوي، سواء كان خلقي عند شباب بيكون ناجم عن الفايبرو ماسكولر ديسبليجيا تنسج ليفة عضلة عند الشباب، أو عند الكبار بالسن فوق 50 أو 60 سنة. أحيانا كمان بيحصل عندهم تضيق شريان كلوي بيؤدي لارتفاع توتر شرياني ثانوي، هذا غالبا بيكونوا بسبب التصلب العصيدي. أما عند الشباب بيكونوا غالبا خلقي وبيتظهر بأعمار العشرينات وبيكون ناجم عن شغلة بيسموها الفيبروماسكولار ديسبليجيا، عسر تصنع ليفة عضلي. هلا الصورة البسيطة بأمراض الكلي أو بالجهاز البولي، عادة أكثر ما تستخدم لإظهار الحصيات الكلسية بعد الاشتباه بوجود حصى بالإيكو. طبعا مو كل الحصيات ضليلة على الأشعة، الحصيات الشفافة مثل حصيات حمض البول ما بتظهر، فقط تظهر الحصيات التي تحوي على الكالسيوم. منجي للتصوير الضليل للجهاز البولي. انتبهوا قبل ما تطلب أي تصوير ضليل لازم يكون الكرياتينين طبيعي. أي نوع من التصوير الضليل سواء كان للكلي ولا لغيره، مثلا حتى تصوير شرايين ضليل أو تصوير أوعي ضليل لأي سبب آخر، لازم تتأكد دائما من الكرياتينين يكونوا طبيعي، إنه يكونوا أقل من 1.5. إذا كان الكرياتينين أكثر من 1.5 فيعتبر مضاد استطباب، إلا في بعض الحالات الانتقائية إنه إذا كان الكرياتينين على حدود مثلا 1.4 1.5 1.6 بهالحالة هي، وكان في استطباب ملح لإجراء التصوير الضليل، فبهالحالة هي بدنا نعطي إيماها جيدة للمريض، نحط له سوائل وريدية أثناء التصوير ويعطوه كذلك الانأسيتيل سيستئين حتى ما يدخل المريض بقصور كلوي حاد، لأنه إذا عملت أعطيت مادة ضليلي لمريض عنده ارتفاع بالكرياتينين ممكن يؤدي لحدوث قصور كلوي حاد، لذلك هذا الموضوع تنتبهوا له. بيفيد تصوير الضليل في دراسة الإفراز الكلوي وتحديد زمن الإفراز، كما يفيد في إظهار الحصيات الشفافة. عادة الحصيات إذا كانت غير ضليلة على الصورة البسيطة فبدك تظهرها بشكل واضح، بتلجأ للتصوير الضليل. التصوير الطبقي المحوري بيفيد بتمييز الكيسات والكتل الكلوية، وأيضا بيظهر الحصيات الكلوية وبيفيد في تحديد مرحلة الأورام. هون معلومة على السريع، يكون إنذار أورام الكلي أفضل في حال لم يتجاوز الورم محفظة الكلي. الومضان أو السكينتوغرافي وهو الوسيلة الأدق في تحديد فعالية الكلي ووظيفته، يستخدم في زرع الكلي لتمييز الكلي الأفضل كي تترك لصاحبها المتبرع. عادة بنعمل ومضان للمتبرع، سكينتوغرافي للكليتين، وبيتركوا الكلي ذات الوظيفة الأفضل للمتبرع وبيأخذوا الوظيفة ذات الكلي ذات الوظيفة الأقل. هلا الفحوصات النسيجية أو الوسائل الغازي، ومنها خزعة الكلي وهي أحدث وسيلة استقصائية نلجأ لها لتأكيد وتحديد نوع التهاب الكبب والكلي، لأن نتائج تحليل البول والراسب عادة بتكون متماثلة في جميع أنماط التهابات الكبب والكلي، أغلبها بتسبب إذا ما كان كلها بتأدي لبيلي دموية وبيلي بروتينية واسطوانات كوريات حمر، وبالتالي لتمييزها لأنه هلا راح ندرس التهابات الكبب والكلي راح تشوفوا أنه في إلى 10 أو 15 نوع، فما بتحسن تميز بيناتهم إلا بالباثولوجي أو بالتشريح المرضي. عادة خزعة الكلي تأخذ من القطب السفلي للكلي اليسرى وبتكون موجهة بالإيكو، لا نأخذ الخزعة من الكلي اليمنى لتجنب أذيت الكبد، لأنه عادة بالتهاب الكبب والكلي تصاب الكليتان معا، وبالتالي تكفي خزعة الكلي اليسرى لتشخيص حالة الكليتين. يجب أن تحوي الخزعة الكلوي على الأقل 5 كبب
وإلا يتم إعادة إجراءها للحصول على عينة أفضل، ومن ثم يتم تلوينها تلوين عادة وتلوين مناعي وتلوين للمجهر الإلكتروني. خزعة الكلي عادة تستخدم لتشخيص التهابات الكبد والكلي ولا سيما المناعي منها، فمن خلال خزعة الكلي يتم تحديد نوع التهاب الكبد والكلي والإنذار، وبالتالي تحديد العلاج المناسب لها. عادة بنحصل بالخزعة الكلوية على 15-20 كبة تمثل حالة الكبد جميع. هلا هوني عطينا مثالين لتتأقلم شلون تقرأ فحص البول والراسب، لأنه شيء كتير مهم وشيء ضروري، وبكرة رح تتعرض له كتير بالممارسة العملية، رح تطلب فحص بول فحتى تعرف شلون تقرأ فحص البول. هلا مريض يعاني من حرقة أثناء التبول، فقط ما عنده غير جاك المريض عم يقول لك أنه في عندي حرقة بالبول، طلبت له فحص بول، فبدنا نشوف شو عنده بنتائج فحص البول وشلون تنقرأ. وهو ده طلعنا على تحليل البول، عنده لون البول أصفر، المظهر رائق كلير، الكثافة النوعية 1.20، الحموضة 60، الكريات بيض من 2 لـ 3 كريات تعتبر طبيعية، الكريات الحمر من 1 لـ 2 طبيعية، الخلايا الظهرية من 2 لـ 3 كذلك، السيلندرز أو اسطوانات ما عنده، عنده الجلوكوز والبروتين والخضاب كلهم نيجاتيف سلبيات، فقط عنده كالسيوم أوكسالات، عنده بلورات كالسيوم أوكسالات زائد 1، بلورات الثاني اليوريت اليوريك أسيد والفوسفات كلها نيجاتيف، مولد اليورو بيلين أو اليورو بيلونيجين والبيلوروبين والنتريت، النتريت كتير اهتموا فيه من شان الإنترنت بولي، والكيتون كلها نيجاتيف. فبالتالي هذا هالمريض هذا عم يقول لك عنده حرقة بالبول وما لقينا عنده غير بلورات أوكسالات الكالسيوم، فغالبا هذا المريض عنده رمل، أو هاي اللي بالمعنى العام اللي بسموها العالم رمل، وهي الكريستالز بلورات. فمثل هيك مريض ما بيحتاج لشيء، فقط بتخليه يشرب كميات كبيرة من السوائل مشان يتخلص من البلورة. هلا بنجي للمثال الثاني، امرأة عمرها 25 سنة عم تشكي من تعدد بيلات وعسر تبول، وعندها زحير بولة وبيلة دموية التهابية مع ترفع حرورة، طلبنا لها تحليل بول فأظهر التالي، اللون أصفر، المظهر توربيد يعني عكر، الكثافة النوعية 1.25، الحموضة 60، الكريات البيض انتبه عند 200 كري بالساحة المجهرية وبالتالي العدد كبير كتير، الكريات الحمر 4-5 تقريبا طبيعي، الخلايا الظهرية 7-8، الاسطوانات انتبه هون عندها بس كاست يعني عندها اسطوانات قيحي، الجلوكوز سلبي، عندها البروتين بوزيتيف يعني إسا عندها بيلي بروتيني وعندها بيلي قيحية، البلورات كلها نيجاتيف، انتبه هون عندها النيتريت بوزيتيف. وبالتالي مريض صار عندك عنده تعدد بيلات وعسر تبول، عنده زحير بولة، بيلي دموية التهابية، هو عم يقول لك عم بشوف دم بالبول، وعنده ارتفاع بالحرارة، بالفحص المخبري عنده 200 كرية بيضاء، والأهم أنه عنده بس كاست، عنده اسطوانات قيحية، وعنده النيتريت إيجابي، وعنده البروتين إيجابي، فهذا ما ضل عنده غير التهاب حويضة وكلي. مثل ما هون ذكر لكم الدكتور، من خلال إسقاط أعراض المريضة على نتيجة تحليل بولة، منلاحظ الثالوث التالي، بيلي قيحي، بيلي بروتيني خفيفي مع اسطوانات كريات بيض، فالتشخيص هو التهاب حويضة وكلي. هلا هون بكون انتهينا من هاي المحاضره السابقه، ومنجي للامراض الكبي البدئي، وهون منبلش بالجد. حكيت سؤال بس ما بلش.